في عملية نوعية نفذتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، تمكنت على إثرها من حجز كمية جد معتبرة من دواء البريغابالين ذو أنواع مختلفة قدرت بحوالي 42 ألف كبسولة. هذه العملية أتت بعد استغلال معلومات مؤكدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إغراق مدينة قسنطينة بهذه الأدوية المسمومة. عليه تم إعداد خطة مهنية محكمة وتم استصدار إذن بالتفتيش من طرف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تم على إثره تفتيش المنزل العائلي أين تم العثور واسترجاع كمية تقدر بحوالي 42 ألف كبسولة من دواء البريغابالين ذو المنشأ الأجنبي.